السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا شباب. وحشيني جدا جدا جدا. معنا ايفون اكس اس زي ما احنا شايفين. يلا يا توتو يلا. ايوه ايفون اكس اس فصل باور زي ما هو مقفول مفيش اي حاجة. هنشوف مع بعض دلوقتي الخطوات من البداية للنهاية. ما يعني انا ما فتحتوش ولا اعرف ايه اللي فيه بالظبط. يعني هنشوف بقى مع بعض. ولكن انا نبدأ اللايك بتاعنا تمام، سبسكرايب للقناة مع تفعيل الجرس عشان يجيلك اشعارات اول باول لكل فيديو جديد بينزل. يلا بينا يلا بينا نفتح بس التليفون، شيل المسامير، شيل الظبط الدنيا كده قبل ما تعملوا بقى سبسكرايب للقناة والحركات بتاعتكم ديت. ونرجع تاني وننزل تحت الميكروسكوب. ويلا بينا ننزل تحت الميكروسكوب يا جماعة. اهوت انا بس شلت المسامير وشلت الحاجة. طبعا الشاشة عليها اثر مية هنا. طبعا الجزء الاحمر ده بيبقى ابيض. اول ما الجهاز بيتأثر بالمية بيحصل المشكلة دي. خلينا نوصل كده من دون ما نرفع اي حاجة. بدون ما ارفع اي حاجة نوصل. باور سبلاي شغال شغال كله تمام تمام. ونطمن الاول هل في شورت لاي سبب ما. مفيش اي شورت لاي سبب ما. زي ما انتم شايفين السحباية السحباية الطبيعية جدا بتاعت الفيديو دلمين. تمام نروح نشغل. زي ما انتم شايفين السحابه عامله ازاي يا جماعه. مفيش اي حاجه ليه. خلينا نشيله الكونكتور بتاع الشحن ونوصل ونشغل من الاي باور نفسه. مفيش كابل سليم. الدنيا سليمه كله سليم. زي ما انتم شايفين السحابه غريبه. يعني هضطر كده بقى ان انا اشيل كل حاجه من البورده. which one اه لسه 9 هنا لا خلينا نلقي نظرة سريعة على الجهاز. مفيش أي أثر لأي حاجة. وصله تاني على الباور سبلاي. نشغل من الاي باور ونشوف. مفيش. طب نشيل الاي باور خالص. خلي البطارية بس بتاعته وشغل من زرار الباور. يعني شفتوا السحباية. بصوا السحباية دي. ايه السحباية دي. خلينا نشيلوا البوردة بقى من الهاوسنج خلاص. نرجعوا تاني. شلنا البوردة بتاعتنا تاني يا جماعة اهو. نلقي نظرة تانية سريعة على ما يحدث أمامنا. تمام مش شرط أنا أشيل الحماية اللي موجودة ديت دلوقتي بشكل مؤقت بس نشوفه كده نظرة سريعة. ممكن واحد اتنين تلاتة. بص أول ما بشغل يا جماعة السحابة بتحصل إيه إزاي. بص السحابة تلاتة. بص السحابة قد إيه. طبعا كده في سحباية ومش ثابتة. خلينا نجيبه الكاميرا الحرارية جنبي. ما لقيتش اكس اس باور باتون. فايه اللي اجيبه بقى. جبت ال تشارجر بورد لان انا اقدر اشغل الجهاز من مدخل الشحن. تمام لان عايز اشوف النبضة اللي بتحصل ديت لان في سحباية عالية جدا ولكن مش مستقرة. بتوصل مثلا لمدة ثانيتين ثانية ثلاث ثواني اقصى حاجة. فانا بقدر الامكان كده اشوف الشاحن. خلينا نوصله من هنا ووصل من عندنا هنا. هل هيحصل سحب هل هيحصل اي حاجة هنشوف مع بعض. اوصله. ك
كده تمام، البوردة كلها تحت الميكروسكوب اهوت، واشغل اشوف هل هيحصل سحب ولا لا. في سحب اهوت شايفين، بمجرد ان انا بوصل، خليكم كده في الكاميرا ديت عشان يبان قدامك اهوت، الكاميرا رقم 2 تمام. انا عامل ايه هنا اهو تمام كده، عن طريق التشارجر بورد او مدخل الشحن، ونشوف المكان اللي فيه الحرارة. المكان اللي فيه الحرارة هنا طبعا للأسف الشديد ممكن يكون في الجزء الثاني من البوردة. خلينا نجيبه بوردة ايفون اكس اس ونشوفه كده نظرة سريعة ايه اللي في الجزء الثاني ده. تمام، اللي في الجزء الثاني هنا قريب جدا من اي سي الباور. يعني لو رحنا هنا كده يا جماعه، دي بورده اهي، والجزء اللي بيسخن عندنا هنا تمام كده، ولكن لو قلبنا البورده كده موجود هنا اي سي الباور، فبالتالي ممكن اي سي الباور هو اللي يكون بيسخن وهو اللي عامل المشكله دي، وهو اللي عامل المشكله دي، ولكن مسمع معانا حراره في الجزء اللي هنا، فبالتالي لازم انا افصل دلوقتي وبعدين نجرب تاني. اهم حاجه عندنا اللي فوق ديت عشان فيها المعالج بقى واي سي الباور والحاجات دي كلها. استنى كده على تبرد، بردت تمام، ونروح للجزء اللي هنا بقى ده. نشوف كده نظره سريعه تمام، نشيل المسمار بتاعنا بشكل سريع، سيبها تبرد بس شوية. عايز انا اشغله طبعا، ما عنديش كابل باور تاني عشان برضو بعيد النقطة ديت، فجبت شاحن فلاتة شحن او مدخل شحن، وده اللي انا هستخدمه في عملية التشغيل. ووصله الاول طبعا، انا مش بعمل كده ليه، علشان عايز اوصله على، ممكن اشغله من الكونكتر نفسه، ولكن مش عايز ايدي تبقى تحت الكاميرا الحراريه علشان اشوف اللقطه السحبيه اللي بتحصل بشكل سريع دي. تمام، هنا اهو شغل، بسم الله، اعدل بس كده. يلا يابا، استنى الكابل. في اي سي الباور، بص يا جماعه ده اللي انا قلت عليه، الحراره. يلا يا عم خلص يا عم بقى، يا عم ما تخلص بقى يا عم بقى يا عم. الكابلات بس عشان كتير والدنيا كده. ايوه اركب بقى وخلص يابا. امسك البورده كده من بعيد، مش عايز احط ايدي، ونسمي الله بسم الله، نشوف الحراره بقى تظهر منين. تمام، حراره يا جماعه، بص شايفين المكان ده، المكان ده بيوصل فيه ل 60 70 قاعد يطلع، فانا هفصل هيبدا ان هو ينزل مره تانية. ولكن اللي انا قلت عليه وبسبب ان انا افصل البوردتين كان بسبب ان انا اشوف المكون اللي بيسخن، وقلت وذكرت قبل ما افصل احتمال كبير جدا يكون المكون اللي بيسخن من الجهة التانية، ومع مقارنة مع بوردة تانية شفنا المكان اللي فيه الجهة التانية لقينا فيه اي سي الباور، وده كومن ايشيو او عطل شائع بيحصل كتير، باحتمال او احتمال كبير جدا يكون هو اي سي الباور اللي بيسخن. بسم الله نسميه بالظبط تمام، زي ما احنا شايفين المكان اللي فيه الحرارة. نروح للميكروسكوب تاني ونشوف المكان اللي فيه الحرارة. طبعا المكان اللي فيه الحراره يا جماعه اللي هو اي سي الباور في الجزء اللي هنا ده. لو جينا كده هنا ورسمنا هنا كده جزء هنا اللي في الكورنر ده او في الزاويه ده هو الاكثر حراره. هنعمل ايه في الحاله دي بقى؟ المفروض يتعمل ايه؟ اللي المفروض يتعمل، اللي المفروض يتعمل، ايوه بس كده، اظبط بقى، اظبط بقى، اظبط علشان ما نخربش عليك. هنجيب الرجينة بتاعتنا تمام، بس خبطاية واحدة كده ما خدتش ثواني معدودة تمام.
اهو اها بسم الله. المكان اللي على الكورنر زي ما انتوا شايفين اللي على الزاويه خالص اول واحد. طبعا هنا للوهله الاولى كده انت هتقول انا اروح شيل بقى باور شغلانه وايه يا دهوتي وده محمي ده جنب المعالج والدنيا هتبقى متكعبله بقى وهتسود الدنيا. الموضوع سهل جدا. اول خطوه توكل على الله وروح على المخطط. المخطط بتاعنا اهو المخطط بتاعنا يا جماعه واي سي الباورتيشن اهو في الزاويه هنا كده تمام. طب هنا ده سليم ده سليم نروح لده تمام. ده اهو واحد تاني اهوت برضو انا قاعد بضغط كده يا جماعه على الاماكن اللي كان فيها حراره او كانت يعني الجزء اللي كان فيه اكثر حراره في اي سي الباور ومن ثم بشوف المسارات اللي عليه علشان توفر عليا طبعا الموضوع ده. عندنا هنا طقم مكثفات عندنا هنا دول والله هو ده اللي فيه الشورت اهو يا جماعه بص ده اللي فيه الشورت. اوريكم بقى على المخطط اهو يا جماعه بشكل سريع المسار اللي فيه حراره بيولد حراره المسار ده اللي هو بي بي 2 في 63 ناند تمام اللي هو هنا. المسار ده طبعا موجود ومربوط على الناند مربوط هنا مربوط هنا مربوط هنا مربوط هنا طبعا كده عندنا والنقطة هنا شايفين النقطة اهو نفس الاسم اهو نفس الاسم تمام. يبقى عندنا احتمال كبير والاسهل قبل ما انا اروح ارفع اي سي الباور اللي انا ابحث الاول على شورت ممكن يكون هو اللي مسبب المشكلة. احصر الاول المكان اللي فيه حرارة في الاي سي وبعدين هيبقى في المخطط في اكتر من مسار اخد مسار مسار اشوف هل في شورت ولا لا واتأكد كمان لو ما فيش شورت خالص اقيس ممنعات اشوف في تسريب ولا لا وهكذا لغايه لما نوصل لاخر مرحله وهي هتكون اي سي الباور. ولكن اخد السهل الاول زي ما احنا اتعودنا مع بعض تمام. يبقى كده اول خطوه عندنا اللي احنا حصرنا المسار اللي هو البي بي 2 في 63 ناند تمام. نروح كده بشكل سريع تاني للمخطط انتوا هتبقوا شايفينه قدامكم. اروح كده بنظره سريعه بقى شوف المكونات ديت هل فيها مشكلة تمام. حتى هنا اول واحد بصوا بقى انا عايز اوريكم حاجة والله يعني ممكن تكون هي المشكلة دي اللي خلينا ننزله كده اكتر نزلنا اكتر اهوت بالميكروسكوب ايوة هنا الاندر فيلد شكله مختلف شايفينه شايفين الاندر فيلد شكله مختلف ازاي؟ انا شاكك في المكثف ده لان ده على نفس المسار تمام؟ ولكن ممكن انت تتغفل في الموضوع او المكثف نفسه مفيش اي اثر عليه ان هو بيقول لك انا اللي فيا المشكله او انا اللي مسبب العطل ده فلازم تعمل الخطوات دي. طبعا في الحاله دي كنت ممكن ما افصلش البوردتين ولكن خلينا نعمل دلوقتي عمليه حقن. تقدر ان انت تعمل عمليه حقن؟ اقدر اعمل عمليه حقن ولكن اعملوها بشكل سريع جدا. ونروح هنا كده براجين اهو تمام. عندنا براجينه في مكثف جنبه ممكن نحقن فيه ونشوف هل ده اللي هيسخن ولا لا. تمام هو اللي ظهر معانا اهو يا جماعه. طبعا انا يعني تعمدت الموضوع ده علشان برضو انتوا تشوفوا موضوع اي سي الباور يا جماعه مش اي سخونيه بتحصل في اي سي الباور بيبقى هو المشكله في اي سي الباور. ناخد بالنا ونشوف العطل يعني بالظبط ونحدد انا هنعمل ايه وناخد بالي وناخد السهل السهل اهم حاجه ناخد السهل الاول السهل 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 اخر حاجه خلاص كنت انا اروح اشتغل على اي سي الباور. وحصرنا الموضوع طبعا الموضوع ده بيحصل في كل اجهزه ايفون تقريبا وفي في الماك بوك كمان.
تمام، ناخد بالي برضو من النقطه ديت، لان ده كومن ايشو يعني، او بنصنفها ان ده عطل من الاعطال الشائعه، من الاعطال الشائعه. تمام، نروح دلوقتي نشغل بقى، نجيب التشارجر بورت بتاعنا تاني اهو قبل اي حاجه. طبعا لو كان في مشكله في اي سي الباور كنا هنضطر ان احنا نرفع بقى ونشغل ونعمل، ولكن احنا شفنا الخطوات، طبق الموضوع ده مع اغلب الاجهزه. تمام، فتح معانا. تمام يا جماعه، في الكاميرا رقم 2 فتح معانا وزي الفل. شوفوا هيفتح ولا لا. طبعا المفروض يفتح، فتح تماما خلاص. طبعا التاتش يعني مش شغال علشان انا مش موصل التاتش. جهاز فتح والحمد لله. شفنا الطريقه من البدايه للنهايه اهوت يا جماعه. كان ايفون اكس اس، تطبق الموضوع ده كان بيحصل 7 7 بلس 8 8 بلس اكس اس اكس اكس اس اكس اس ماكس، هيحصل في 11 11 برو 11 برو ماكس 12 12 برو 12 برو ماكس 12 ميني، هيحصل فيهم كلهم. يعني ده مشكله شائعه تاخد بالك، بيحصل في الاجهزه بتاعه اللابتوب برضو بتاعه ماك، مشكله شائعه جدا. ممكن تطبق الموضوع ده على اي جهاز طبعا بكل تاكيد. وفاخر الفيديو طبعا، اتمنى التوفيق لحضراتكم، وسبسكرايب للقناه، لايك طبعا لو الفيديو عجبك، كومنت لو انت محتاج اي استفسار، وبالتوفيق لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسلام.